ماذا يعني ذلك؟ يعني أن مركز القيادة والتحكم يكون في منتصف قطر الدائرة التي تحلق بها بيرقدار. إذا ابتعدت عن المدى 150 كيلومتراً تخرج عن نطاق السيطرة. في هذا المجال تتفوق عليها أوريون الروسية، مزودة باتصالات فضائية، أي أن التحكم بها يتم عبر الأقمار الاصطناعية لتغطي أكثر من 200 كيلومتر. يمكن إطلاق الطائرة من بلغورود الروسية إلى سومي الأوكرانية وحتى إلى كونوتوب، وهكذا تصطاد أوريون أهدافها. وبلغورود ليست محطة الإطلاق الوحيدة، عشرات المواقع العسكرية الأوكرانية دمرتها الصواريخ، صواريخ جو أرض التي تحملها الطائرات الروسية، في وقت يقع أسطول الطائرات بدون طيار الأوكرانية كأهم الأهداف لروسيا. أكثر من 200 طائرة بدون طيار أسقطت، وربما لذلك اتجهت الولايات المتحدة لخيار سويتش بليد المتسكعة الانتحارية كاميكازي التي عرضنا صورها. لا تحتاج إلى أكثر من ماسورة إطلاق ولابتوب ليوجهها الجندي من قلب الجبهة. صغيرة، تزن أقل من 5 كيلوغرامات، وبطيئة نسبياً، ولا يمكنها التحليق لأكثر من 15 دقيقة. يصفها الخبراء بالسلاح الدعائي، غير أن ميزتها تكمن في صعوبة رصدها، واللافت لقبها الصعب ذكره على ألسنة المسؤولين الأمريكيين. So we've already sent in 100 switchblade UAVs that were already in our stocks.